أنصاري إلى الله، نحن أنصار الله. يقول السائل: هل كل من أفطر يوما من رمضان متعمدا فعليه إطعام مسكين مع القضاء، أم هو مخصوص بحالات معينة؟ لا، الإطعام ما يكون إلا في الكفارة، وهذا عليه القضاء فقط مع التوبة. والكفارة المذكورة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يصوم يطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في رمضان. قلنا يجب عليه 3 أمور: أولا التوبة، ثانيا القضاء، ثالثا الكفارة، كفارة الظهار.